كاكوا خد دفاع، هذه كرة أمام المرمى، الله ليس على حساب بنياس، ليس على حساب بنياس يا ملك، أطلقها المدافع روبسون دي باولا، وبعد ذلك في وسط الملعب يا سلام النوبي النوبي أمام المرمى. انفراد صريح بحارس المرمى كورنادو يا مور، يا سلام يا سلام يا سلام، انطلاقة شرجاوية سريعة، ريان مينديز أمام المرمى، ضاعت الكرة، ضاعت الفرصة المثالية الذهبية السريعة المرتدة، شوف الانطلاقة، شوف شوف الركضة، شوف كورنادو كورنادو، الله في بطولة الدوري حتى وإن لعبنا في ملعب بنياس. إيغور موجودة، أنا أورتيغا أورتيغا أورتيغا، الله على البينية أمام المرمى، لكن بتتخلص أوهو على التسديدة، على الفرصة الماضية، بنياس يبدأ التهديد مع بداية الشوط الثاني وفي الدقائق الخمس الأولى من هذا الشوط، هذه كرة ليس بالسهل، ليس بالسهل، ويلتون ويلتون السريع أمام المرمى، بلنتي، لا يمكن إيقافه إلا بضربة جزاء، إيغور على التنفيذ، إيغور من ضربة جزاء، إيغور عالي باتجاه المرمى، ابعدها الحوسني من جديد، لا زالت خطره خطره لمنياس، لكن بتتخلص من شاهين، عادت من جديد عاليه 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 عاليه، المحرم ينزلها، الظهراني بيحاول يعني